السلام عليكم. وعليكم السلام. أخ وليد إسماعيل، حضرتك سني ولا شيعي؟ أنا شيعي بس أريد أطلب الهداية على إيدك يا أخينا وليد إسماعيل. والله العظيم أنت ابن حلال، أنت ابن حلال. ندخل في الحديث الوصية. عندي سؤال. لا لا لا، هندخل في حديث الوصيه، هو ده اللي هيهديك ان شاء الله. اشرح لنا يعني انتوا ايه حرمه الرسول وحرمه الله وحرمتك يا علي، وضيعت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبه. ده احسن حديث يخليك تهتدي. اتفضل يلا اشرحه لنا. ما هو السؤال بهذا الموضوع يا باشا؟ اتفضل اشرح لنا الحديث وبعد كده نخلي السؤال بعدين. اتفضل اشرح لنا الحديث يا باشا. ممكن أسرع طريقة لتزوير الإيميلات؟ مع الشكر، مع السلامة. أسرع طريقة لتزوير الإيميلات هقول لك، تعالى بس بعد ما أقفل عليك الصوت. بص يا ابني، تعالى، أنت بتعيب على تزوير إيميل صح؟ تعالى بص يا باشا، تعالى كده، تمام. بص يا باشا، عندك مركز الابحاث العقائديه، تمام. وقف هنا الوصيه عند فين؟ نعم يا رسول الله، صح. تعالى نرجع كده صفحه، تمام، هنلاقيه هنا وقف عند ايه؟ وانتهاك حرمتك. وقف عندها وما كملش الوصيه، ما كملش الوصيه. ليه ما كملش بقى؟ وان انتهكت حرمتك يا علي، وان ضيعت السنن، وإن مزق الكتاب، وإن هدمت الكعبة. ليه بطر الكلام ده كله يا أستاذ؟ ابقى روح اسأله تعالى وقول لهم لو سمحتوا ما تزورش الكتب تاني، ولو عايز بقى تزوير كتب لا أنا عيني عشانك. ابقى تعالى كده نعمل أنا وأنت حلقة كده ونشوف مين اللي زور الكتب.